Hello everyone from Jordan. This is URI Mina. Dream. Travel around the world. يكون عندي my business work. Help children in around the world. Yes. My dream is to be a writer, and especially I want to write short stories for the kids, because I believe our stories do not show the power of women. حلمي انه يكون لي اثر بالمجتمع كامراه حابه انها تبرز اثر كبير بمجتمعها وتغير حابه ابرز جميع دور المراه ان كان من ناحيه اقتصادي او تعليمي او انه كاثر لها بالحياه فحلمي عن جد يكون لي اثر حلو بالحياه between the businessmen and the entrepreneurs. The businessmen doing business for profits, but the entrepreneurs do it for passion. To improve myself and more experience and knowledge, and I am feeling so happy, especially getting to know you, to know you, and I have so many rules that I need days to talk about. Yes, of course. Yes, actually I motivated myself by doing a schedule about for every day, and I wake up early at 5 o'clock every day. Actually, I want to say that women should make the men understand that we are human. We have the right to do whatever they we want. And تكوني قوية تمسكي بتعليمك شهادتك سلاحك وإنه نعيش كل مرحلة بتفاصيلها ما نكون عايشين بستريس نكون قد المسؤولية نعتمد على حالنا يعني أهم إشي إن المرأة تكون قوية تعرف كيف تحمي حالها تتعلم الدفاع عن النفس life skills to be strong yes رح اخذ معي تجارب النساء اللي سمعت لهم وتحدياتهم كيف واجهوها رح اخذ معي معرفه كثير حلوه من مناطق مختلفه من العالم بلدان مختلفه من العالم رح يكون بالنسبه لي كمعرفه وخبره بستخدمها بتدريباتي اللي جاي وانقل هاي الرساله لاكبر عدد ممكن هذا من السجاب العناوين الرئيسية للورك شوب تمام اوكي العناوين عن تمكين المرأة وانه كيف دورها بالمجتمع وكمان انه كيف انه بيصير تمييز بين الرجل والمرأة وانه حتى المرأة ممكن في مواقف او شغل تطلب اذن الهازبند الزوج وعن تمكين المرأة اقتصاديا وريادة الاعمال بشعر بالسعادة لانه بكتسب معرفة زيادة عن المعرفة اللي عندي غير انه انا شفت تجارب ببلدي او منطقتي او محافظتي اللي انا فيها انا عم شوف وعيش تجارب نساء اخريات من شتى انواع العالم هاي الدورة التدريبية كانت مميزة كثير اعطتني الفرصة لحتى اتعرف على ناس جداد اعرف خبراتهم واعرف ثقافاتهم المختلفة Actually, they helped me to start to think about myself as a woman and to start to think about what I should do to show my powerful, to how can I fight
to get my rights. And they helped me to know, to let's say, to expand my networks and to know more women that fight in this world.